الميجرين أو الشقيقة هو أحد أنواع أوجاع الرأس المتكرر الأكثر شيوعاً. هو عبارة عن وجع رأس نصفي بيتزامن معه لعين نفس، انزعاج من الضوء، بالضجة، تجبر المريض يوقف كل عمل عم بيقوم فيه. هذا الوجع في ضل ساعات وفي بعض الأحيان أيام. أكثر شيوعاً بين النساء بين العمر 20 لـ40 سنة. بنعرف أنه ما في سبب واضح للميجرين، بس في عامل وراثي. بأكثر من 80% من الحالات بيكون في شخص تاني بالعيلة عنده ميجرين. بعلاجات مختلفة، في علاج للكريزة وفي علاج وقائي حتى المريض يوقف كل أوجاع رأسه. أهم شيء بالنهاية مش كل وجع رأس هو ميجرين، مش من هالمنطلق. طالما تشخيص الحالة المرضية، تشخيص الميجرين، هو تشخيص سريري منه بحاجة لتحاليل، قدام كل وجع رأس جديد عم بيعاني منه المريض لازم يشاور طبيبه المختص.